نعم المعصية قد تؤثر في الأرض، يعني مع أنها بني يعني بني عليها مسجد بناه أبو عامر الفاسق، وهذا الرجل عامر الفاسق والد حنظلة بن أبي عامر، أبو عامر الفاسق والد حنظلة غسيل الملائكة اسمه، ابنه غسيل الملائكة وهو من كبير من كبار الفساق الفجار المنافقين. أبو عامر الفاسق بنى مسجدا ضرارا وتفريقا بين المسلمين، فنهى الله نبيه أن يقوم به بل أمره بحرقه، فحرق ذلك المسجد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.